ننتقل إلى إلياس كامل، رئيس نقابة مزارع الشتول والأزهر. صباح الخير. صباح النور، الله معكم. الله يعطيك يحفظك. العافية. نحن عشية عيد الفالنتين، ما في حدا ما رح يجيب وردة. إذا كنتوا فاتحين مسموح لكم تفتحوا بداية؟ والله بعد ما عطيونا الإذن إنه نفتح، ونحن طلبنا إنه نفتح بس ديليفري يعني للظروف الكورونا. نعم. وبعد ما أخذنا الإذن وعدونا، بس بعد ما عطيونا إذن. بكير. طيب الأسعار كيف قادرين تستوردوا أو مش قادرين تستوردوا بداية؟ ما عندنا ورد في بهالفترة. في إنتاج محلي ومش ضروري للاستيراد، وبيكفي السوق، لأن رح يكون السوق طلب قليل وضعيف. اها، والاسعار كيف؟ الاسعار كثير منيحه. نعم، منيحه يعني اذا نعم مقارنه بسنه الماضيه، وبنعرف قديش فرقت القصص بوين ما كان يعني. هلا ما فينا نعمل مقارنه بسنه الماضيه بالنسبه لغلاء الاسمده والكل شيء والادويه واليد العامله وكل شيء غلي، لهذا السبب اكيد رح تكون اغلى من السنه الماضيه، بس الاسعار كثير مقبوله. ممكن تبلش من 10,000 مثلا تقريبا. نعم استاذ الياس، هذا القطاع يلي عم بيعاني من زمان مش من هلا، اليوم مثل ما عم بتقول مشاكل كثير كبيره، فرق الاسعار، الاستيراد من الخارج، شو بعد فيه؟ هلا نحن بالنسبه لنا القطاع هالمزارعين الموجودين وخاصه صغار المزارعين عندهم مشاكل كثير كبيرة بالنسبة لاستمرارهم وتيبقوا، لهذا السبب نحن بنطلب انه هالقطاع يضلوا محافظين عليه لتبقى هالعيال عايشة وما تصيرش تحت حالة الفقر. حالة الفقر راضيين فيها، بس ما بدنا نوصل تحت حالة الفقر ويصيروا قاعدين بلا شغل ومشردين. نعم. نعم، فعلا هل هناك من اقفال للمؤسسات لاصحاب للمزارعين؟ شو عم بيصير؟ المزارعين صار في نسبه تقريبا بين 20 و30% هن وقفوا الزراعه. وبالنسبه للمحلات الزهور كمان هلا بتبين نسبه كثير كبيره انه هن ما فين يكفوا لا بالاجارات وما بقى عندهم شيء، يعني ما في يستمروا الاجار وهن مكسورين. نعم. طيب استاذ الياس، لما بتكون المشات المقفله ما انا بحاجه لري، ما انا بحاجه لصيانه، الاهتمام بالزراعه، لازم ترش بفتره معينه، شو عم بيصير؟ ما فيك توقف شيء، لا فيك توقف مي، لا فيك توقف اسمده، وما فيك توقف يد عامله، على طول في شغل. كنت عم بتبيع والما كنت عم بتبيع بدك تشتغل لأنت ما يروح الشتل الموجود. لهذا السبب هون عم بينكسر المزارع وبيبطل معه ويقدر يكفي. يعني هون ادمين على كارثة، أو نحن بقلب الكارثة على هذا الصعيد. المناسبات وقفت أصلا، ونعرف أن الأزهار والشتول أكثر شيء بتنباع بالمناسبات والاحتفالات وغيرها. ادمين على عيد العشاء مثل ما قلنا، بعد لهلأ ما في قرار إذا رح تفتحوا أو لا. أي متى ممكن يطلع هذا القرار للناس تعرف إذا بتطلب على الأقل مزروبة ببيتها تقدر تحتفل على طريقتها؟ إن شاء الله اليوم يسمعونا، لأن نحن عم نطالب إن شاء الله يسمعونا ويسمحوا لهالمحلات تعمل أقل شيء ديليفري. نعم. لهالإنتاج الموجود نقدر نبيعه ونحافظ على نسبة، يعني لو قليل من المزارعين بس يدل في نسبة، لأن هذا كله بيأثر على الاقتصاد وعلى الحياة الموجودة، يعني سيقدر يعيش بكرامته ويدل بأرضه وما يهاجر. الشهر الجاي في مناسبة أخرى كمان من حسة، كمان موسم للأزهار، عيد الأم بداية الربيع. وأكثر من مرة كمان كان في مطالبة أنه تمني نقل هيدا العيد لشهر أيار بما يتناسب مع سوقنا المحلي. ما بعرف هون إذا بعدكن على هيدا الحكي، صار شي تجاوب نحكى فيه رسميا أو شو؟ هلا نحن السنة الماضية نحكى فيه مبدئيا رسميا، بس ما أخذوا القرارات المناسبة إنه يأكدوا هالعيد
وبنطلب من الاعلام انه بركي بيروج لنا هالاشياء بركي، لان هو منه عيد رسمي بالدوله، صح. نعم ما في يعملوا قرار مش هيني حكومي مثلا. حدا بعت لي هلا عم بيقول لي انه باحدى المحلات بوكيه ورد نعم. بمليون ليره. هلا حسب اذا كبيره، اذا كبيره البوكيه فيها كذا وفيها اكسسوار اكتشوف شو اذا هي. فيها 100 ورده او 80 دزينه، ورده عم بيقولوا لي الدزينه بمليون. ولا لا هيك مش معقول، مبالغ فيه. كمان ما ننسى انه مطرح الورده فيهم ياخذوا كارت من المكتبات، هذا الكارت كمان فيهم يكتبوا عليه او ينقوا صوره حلوه بتعبر عن كل الشعور، وبيكتبوا كمان كلمتين حلوين هيك لا تبقى هذا للذكرى. الشيء غلط، ليه؟ مجبور ياخذ ورده مع الورده عم نقول، ايه عم نقول مع الورده مع الورده اكيد. يصطفل بلا ورده بيرجع، اللي جايب كارت بلا الورده بيرجع محل ما اجى. لا لا مع الورده، بس عم نقول انه كمان في الواحد بهذه المناسبه كمان يستفيد اذا ما بده يدفع مليون. ليك الورده ارخص من الكارت باكد لك. لا. انا باكد لك. على كل حال استاذ الياس، المشكله كبيره بهذا القطاع طبعا، انه كمان انتم هلا صار لكم قد ايه يعني مسكرين ابوابكم؟ راح يصيروا شهر نحن مسكرين، المحلات مسكرة، انتاج ما في، يعني الانتاج عم نكبه، بحالة بيعمل لك نحن بحالة تحت الفقر. نعم، طيب اليوم المناسبات مثل ما كنا عم نحكي انه اعراس وافراح وغيره توقفت، الى متى راجعين فاتحين باب التسجيل؟ لما ما حدا عم يسجل حتى العزوات، يعني تنكون يعني فرح وطرح كثير عم بتكون كثير قليله المناسبات فيها، يعني 100% العزم. نعم. عم بتكون كثير مفاجاه للاهل، عم بتكون بدون زهور، سريعه سريعه لهذا السبب وناس. ما عم بيكون في زهور بتشوفوني بكميات. نعم، بالنسبه للافراح رجعوا يبلشوا يسجلوا للموسم تسجيل. المقبل يعني عم بيحجزوا؟ كثير ضئيل، كثير ضئيل وكثير قليل، يعني تسجيل بس انه عم بيقولوا انه بدنا نتجوز، يمكن اذا صارت الاحوال منيحه، بس اذا ضلينا طيبين. ايه صعبه للاسف. لك تحيه من صديقك مروان حيدر عم بيتابعك كمان. استاذ الياس دائما بتعطينا امل باحاديثك، كيف رح تختم؟ لا على طول اللبناني ما بينكسر، ولازم نضل نحن عم نجاهد وعم نناضل لصورة لبنان تضل حلوة، ونحن نضل نعطي، والزهور هي حياة بكل بيت، مفروض انه بكل مناسبة يكون واحد عم بيزين بيته ولو كمية قليلة ليضل الفرح موجود ويضل عندهم أمل، لأن إذا كل إنسان بده يكون عنده إحباط رح نصير بكارثة، يعني انه كلياتنا محبطين وكلياتنا ما عندنا هالسقافة، وهي سقافة الزهور وبتعطينا بوش كثير قوي. نعم، عم توصلني هلا بوكيات ورد مليونين، 3 مليون، ما يفا ما بعرف، روحوا عند الياس كامل احسن. ما بعرف شو بدي اقول بهذا الموضوع يعني. لا انا بفضل يروحوا عند كل المحلات واخر شيء يجوا لعندي. انا سهلة بالجميع، بس بفضل انه كل العالم تشتغل. لا اكيد عم صح. اكيد، شكرا لك الياس كامل، كل ايامك ورد بكل الالوان، رئيس نقابة مزارعي الشطول والازهار على هذه الصبح.